اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حديث العلم. زي ما احنا عارفين ان قضيه الامن الغذائي والامن المائي قضيتين رئيسيتين بيشكلوا جزء رئيسي واصيل ومهم من قضيه الامن القومي ككل لمصر. علشان كده كان في مشروعات خاصة بالتنمية الزراعية ومشروعات ري كانت في مقدمة المشروعات القومية الرئيسية اللي بتشهدها مصر في السنوات الأخيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما احنا عارفين في مشروع المليون ونصف المليون فدان وأيضا مشروع قومي لتبطين الترع وغيرها من المشروعات الزراعية زي مشروع الصوب الزراعية وغيرها من المشروعات اللي أيضا بتعمل على الحفاظ على المياه وتوفير مليارات الأمتار من المياه اللي كانت ربما تهدر أو لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وده تمثل في وجود مشروعات قومية علشان نحافظ ونعظم الاستفادة من كل هذه الموارد المتاحة لمصر. علشان كده هنتكلم في حلقة النهاردة أو هذا الأسبوع من حديث العلم عن هذه المشروعات القومية الكبرى الخاصة بمجال التنمية الزراعية وتحقيق أيضا الأمن المائي لمصر. ومشرفنا في حلقة هذا الأسبوع أن يكون معنا الدكتور محمد عابدين الخبير الزراعي والباحث في وراثة وتربية النبات. دكتور محمد اهلا بيك ضيف أهلاً. كريم في حلقه هذا الاسبوع من حديث العلم. اهلا وسهلا بحضرتك حديث العلم. خلي اول سؤال بالنسبه لي، ايه هي اهميه المشروعات القوميه الكبرى الخاصه بالتنميه الزراعيه او المشروعات الزراعيه ككل في تحقيق التنميه المستدامه مصر 2030 اللي اطلقها وبيرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بدايه نهني الشعب المصري بكل الطفره النهضة اللي تمت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي يشهدها القاصي والداني والعالم كله. شهد مؤخرا حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، كان حاجة فخر عظمة. بدأت السياحة والحياة ترجع لمصر. الجمهورية الجديدة في رؤية 2030 حاجة تانية خالص، والنهضة بتبدأ من النهضة الزراعية. الفلاح المصري بدأ حياته بالنهضة الزراعية، بنت الحضارة الفرعونية على أساس الزراعة، وأساس الزراعة مرتبطة بالري، ري وزراعة وفيضان النيل. فتظبيط هذه الامور او تقنينها باستخدام الطرق الحديثه والعلم، وضعنا ايدينا على وظفنا العلم ان احنا نظبط هذه الامور ونسير في طرق متوازيه في كل مجالات القطاع الزراعي. مشروعات تبطين ترع، مشروعات ري تحول للري تنقيط، مشروعات صوب زراعيه، استصلاح اراضي، نهضه زراعيه جديده، دلتا جديده، مشروعات دواجن، مشروعات انتاج حيواني، مشروعات اسمها كل قطاعات الزراعه تقريبا بلا استثناء بتمشي بخطى متوازيه للنهضه في هذه القطاعات. وده فتح سوق عمل جديده، فتح طفره جديده، حقق نهضه كبيره جدا في تغير حاصل على الساحه، واصبح اسم مصر موجود في كل الامور، صادرات واردات، اصبح اسم مصر في القطاع الزراعي. بدات ترجع نهضتنا الزراعيه اللي كنا فيها وما زلنا. مصر كانت سلة غلال العالم بالتزامن مع الطفرة الزراعية اللي بتشهدها مختلف القطاعات الزراعية عبر هذه المشروعات القومية الكبرى. لو بدأنا مثلا من مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى أي مدى استطاع هذا المشروع أن هو يحقق طفرات في قطاعات زراعية معينة وأيضا تحقيق معدل إنتاج عالي في بعض المحاصيل الاستراتيجية اللي كانت مصر بتعتمد في جزء كبير منها على واردات من الخارج؟ بداية المشروع المليون ونصف فدان من المشاريع الواعدة. احنا كنا محدودين في شريط الدلتا، بنتحرك في نطاق ضيق، بنزرع مفيش يعني زراعة، ضاقت الأرض بما فيها، يعني المواطن بالعكس الأرض بناخد منها تجريف ومباني وزرع. لازم التوسع، والتوسع يكون قرار جريء وتتحمله الدولة انها تتوسع في الزراعة. الصحراء بتاعتنا يعني مساحات مهولة، غرب الدلتا في مشروعات، منطقة محمد نجيب، منطقة الحمام، منطقة اسكندرية، منطقة توشكا، العوينات، لو قدرنا نسمي كل هذه المناطق اللي في مصر كلها، غرب المنيا، الوادي الجديد، واحات، نتكلم في كل مصر اصبح في نهضة لزراعة في المليون ونصف فدان. استصلاح، انت عايز تغزو الصحراء، تغزو الصحراء عندك الطاقة البشرية، وعندك الدولة مدعومة انها بتدعم هذه المشروعات، الإرادة السياسية موجودة، دعم الدولة موجود، الطاقة البشرية موجودة، العلم موجود، ايه المانع يبقى عندنا دراسات ونتوسع بارضنا، ارض مصر؟ مصر طول عمرها ارض زراعيه، يعني الفراعنه كانوا زارعين كل هذه الاماكن، يعني احنا لو لقينا اثارنا كل مكان بيروح نزرعه جديد بنلاقي بصمه اجدادنا الفراعنه موجوده. اذا هذه الارض ما زالت بكر وما زالت مزروعه، ما زالت صالحه للزراعه الزراعي، والعلم بيثبت ذلك.
يعني شعر عن بعد الفضاء، كل هذه الأمور بتأكد أن هذه المساحات الموجودة في مصر تصلح للزراعة. مجرد إحنا بنحط إيدينا على الطريق الصحيح وبنرسم الخريطة صحيحيا مع الإرادة مع القوة مع الترتيب مع جدول زمني مظبوط بتمشي الأمور، وفي توسع هائل وطفرة هائلة حصلت في إصلاح الزراعي في المليون ونص فدان. طيب لما نبص على مشروع زي مشروع 100,000 صوبة زراعية، أهمية هذا المشروع وفر أو منتظر منه إيه في المستقبل القريب إن شاء الله؟ مشروع 100,000 صوبة عندنا مساحة نجح في مناطق كتير جدا، منطقة أبو سلطان، منطقة اللهون، منطقة محطة محمد نجيب، في محطات كتير جدا للعشر من رمضان، هذه كلها محطات منتجة للصوب. الصوب بتوفر إنتاج ضعف أضعاف أضعاف الإنتاج، بتوفر مواصيل الخضر على طول العام بدل ما كنا بنستورد بعض المحاصيل، لا اصبح عندنا متوفر والعكس بنصدر. ازمه زي ازمه كورونا، احنا لو ما عندناش فائض انتاج وما عندناش يغطي الانتاج المحلي وصدرنا للدول المجاوره، لا اصبح عندنا، انت عندك اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر حاليا. لو نظر عامه للسوق تلاقي منتجات الخضر موجوده بسعر متناول كل المستهلك، الكلام ده ما كانش موجود، كان بيحصل عندك ازمات بتلاقي اسعار بعض الخضر موجوده ارقام فلكيه بالنسبه للاسره المصريه. لا ده انت دلوقتي عندك جميع منتجات الخضار، خيار، فلفل، طماطم، كل هذه المحاصيل اللي هي محاصيل السلطه بنسميها دي لا يخلو بيت منها، لابد انها موجوده. لا دي موجوده طول العام طول السنه موجوده باسعار في متناول الجميع. لا بالعكس دي يعني الطفره، المواطن في الشارع حاسس بكميه الانتاج اللي تمت من هذه البيوت المحميه او الصوب، وهذه الطفره اللي حققت هذا الانتاج. واحنا بنتكلم عن مشروعات زراعيه، طبعا ما فيش زراعه من غير ميه، ومن ثم كان هناك عدد من المشروعات الخاصه بالري وبالحفاظ على الماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. لو بصينا على مشروع زي مشروع أو نظام الري الحديث والري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر الأسلوب التقليدي في الري، إلى أي مدى مشروع أو التحول نحو الري الحديث ده بيعظم الاستفادة من المياه والموارد المائية المتاحة، وأيضا بنستطيع من خلاله زيادة المساحات المزروعة بالزراعات المختلفة؟ بدايه مشروع الري، احنا مجرد انك تفكر انك انت ممكن تحصل ازمه مائيه او عوز مائي او اي هذه المشاكل، بدات تفكر في حلول على الارض. انا لو عندي مشكله في نقص الاحتياط الاستراتيجي بتاعي في الميه اعمل ايه؟ عندي اتجاه الاول، اتجاه ان انا اتحول لمين؟ للري، الري بالتنقيط. الري التنقيط اصلا اسلوب موجود وهو المستخدم في الزراعات في البيوت المحميه، ومستخدم في نفس التوقيت في استصلاح الاراضي الجديده. ان انا اعمم هذا الاسلوب على الدلتا، لا انا عندي يعني وفره مهوله جدا جدا في امتار مكعبه من المياه لاسلوب الميه، عندي صرف هيبقى قليل، لا انا بدي الماء على قد احتياج النباتات، شبكه ري نظيفه بتوفر، حتى مش قصه توفير برضه في احتياج الماء بس، بتوفر عماله، بتوفر خدمه، الفلاح نفسه الارض بتبقى مخططه عنده، المحصول بيعرف يتعامل مع المعمارات الزراعيه يقديها بشكل عام، شكل منظم، تنسيق، ترتيب، حش، عماله، جمع محصول، كل الامور العمليات الزراعيه اللي بيقوم بها الفلاح اصبحت اسهل بالنسبه له في عمليه مين؟ الري بالتنقيط. لما وفروا في الغمر، لا اصبح شكل حضاري، شكل جمالي، عمليه تحكم في الميه برضو، مفيش هدر في الميه. كان الاول الناس بتتخانق على النوبات والارض الزراعيه والترعه والمنوبه والسده الشتويه وهذه الامور كلها، لا بالعكس لما يكون عندي خزاني وميتي، ميه التنقيط بتاعتي متوفره في كل توقيت، لا في فرق شاسع جدا في المعاملات الزراعيه اللي تمت، وفي جوده المحصول وجوده الانتاج، وفي العائد طبعا. كل ما تزيد وحده المساحه نفسها من فدان بتزيد حوالي الثلث من الري بالتنقيط عن الري بالغمر. تمام. طيب بما انك دكتور محمد باحث في وراثه وتربيه النباتات، الى اي مدى بيتم مؤخرا العمل على احداث او انتاج سلالات جديده من محاصيل مختلفه ومتنوعه يعني تحتاج او ممكن تتلائم مع عمليات الري بالتنقيط او الري الحديث؟ هو الري الانتاج السلالات الجديده عند الوراثه بيشمل ان احنا نطلع منتج قوي هجين، ده بينسل من عمليه التزاوج من بين الاباء وينهجن اصناف المحليه واصناف الخضر، بيطلع هجين ده بيكون متفوق على الاباء، بيديني انتاجيه اعلى بمراحل عن السلالات المحليه اللي موجوده، تحصول عالي، تحمل الامراض، تحمل الاسترس واجهادات ميحيه ومائيه وجفاف ودرجات حراره وبروده، كل هذه الامور بيتم اختبار هذه الهجن لان بيبقى قوه التحمل عندها اعلى، وتزرع في اماكن جديده وبتديني انتاج اضعاف انتاج. طب لو تقول لنا بعض الامثله على بعض هذه النباتات او الزراعات اللي اتزرعت في اماكن جديده بسلالات جديده وعظمت فعلا الانتاج في بعض هذه المحاصيل.
عندنا مثال الشارع بيشوف الفلفل الالوان، الفلفل الالوان ده ما بينتجش غير ناتج هوجن منتجه وناتجه من بيوت المحميه من حوالي 10 12 سنه او 20 نقول 15 سنه بدا الفلفل الالوان الناس تبدا تعرفه، حتى كان في تخوف نقول لك ده منتج هندسه وراثيه ومنتج يخوف ومنتج ناس لا لما الناس بدات تتعامل معاه طاقه كميه غذاء طاقه فوائد كل الامور اللي في المنتج الشكل جمالي سلطه انتاج عالي جدا 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 في يصلح لازم يلون في الصوبه الفلفل الالوان ما تلونش غير في البيوت المحميه، فاصبح العلم هنا لازم الاثنين بيكملوا بعض، مش حاجه اسمها انا هزرع. البعض لما بيسمع كلمه هجين يعني او يعني بنقول البعض بيصاب او بيعتقد انها ده حاجه يعني خطيره صحيا او مش حاجه طبيعيه او صحيا، هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، هجين ده هو ناتج تزاوج ما بين فردين، احنا اي انسان فينا عباره عن هجين تزاوج اب وام. يعني كلمه الهجين عباره عن انت هجنت حتى يعني حتى في الحيوانات عندك هجين بين انثى وذكر، يعني بيطلع المنتج اللي اي نتيجه طيب اسمه هجين جيل اول او يعني هجين. احنا بنشوف ده برضو في بعض انواع الفاكهه عمليه التربيه، لا انت طلعت هجين، الهجين ده موجود عندي قوه اللي انا بقارنه بابائه، فهو اصبح كلمه هجين ان هو عباره عن هجنت خلطت ما بين التركيبين الوراثيين ما بين الاباء والامهات فطلعت هجين. يسري هذا على جميع انواع المحاصيل، نجح بشكل جاكل عالي جدا في البطيخ، عندنا هجوم بطيخ عاليه، بطيخ الاصفر، بطيخ سيدلس خلي البذور، بطيخ سيدلس خلي البذور ده عباره عن هجين ما بين بطيخ رباعي وبطيخ ثنائي، بيديني بطيخ ثلاثي هجين ده بدون بذر سيدلس. ومصر من الدول الراقيه جدا فيه، واصبح من انتاج البطيخ طفره حصلت فيه، وبنصدر اللي هي المنتجات دي الى الخارج برضو اعتقد. لا 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 انتاجاتنا يعني لدول اوروبيه اعتقد لو هي مش مطابقه للمواصفات الدول دي ما كانتش هتسمح بدخولها الى اسواقها، عندهم اجراءات صارمه، واحنا الحمد لله اصبح بنمشي على بروتوكولات العالميه للزراعات والفلاح، اصبح عنده وعي في استخدام الاسمده والمبيدات، بيمشي على بروتوكول وما في زراعه تعاقديه بتعاقد على توريد هذا المحصول، فهو ملتزم بمين بالبروتوكول بتاع الزراعه، بيرش مقدرات معينه بامور معينه، اصبح عندي منتج عالي جدا عالي الجوده، اصبح المنتجات المصريه عليها رغبه، بنقول ان اليابان اللي هي البلاد اللي هي شرق اسيا اللي هو يعتبر منطقه كنا بنغزوها، لا احنا بنغزوها دلوقتي المنتجات المصريه، بتلاقي صنع في مصر او وارد مصر او الحاجات دي كلها موجوده في حاجه فخر تدعو الفخر. طب يعني ايه النباتات او السلالات او المحاصيل اللي بتعمل عليها المراكز البحثيه او الباحثين في مصر في الوقت الحالي علشان يعملوا منها هجين او يحسنوا من السلالات الموجوده حاليا؟ حاليا في برنامج القومي، برنامج القومي لانتاج تأويل الخضر بيعمل تقريبا على كل محاصيل الخضر الاستراتيجيه اللي موجوده في موجوده في السوق، طماطم، فلفل، خيار، كنتالوب، بطيخ، شمام، عندنا تاني البقوليات، البسلة، الفاصوليا، اللوبيا، ما فيش محصول تقريبا خضر موجود في السوق بيستهلكه المزارع المحلي الا مركز بحوث شغال عليه، كل قسم من دول شغال على شغال على المحصول ده، يعني محاصيل بقوليه، محاصيل غير المحاصيل الاستراتيجيه، بتكلم على القمح والرز والذره، لا دي برضه موجوده وفي اكتفاء ذاتي فيها من مصر، المنتجات المصريه مسجله. طيب بالنسبه احيانا بعض الناس بتقول ان في بعض الخضر او بعض الفاكهه ما بقاش فيها الطعم او الريحه او الحلاوه اللي كانت موجوده زمان، هل ده له علاقه بعمليات التهجين والسلالات الجديده؟ هو ده ليه علاقه بموضوع التهجين، النكهه والحاجات دي بنقول ان ده حاجه كانت موجوده في مكانها عشان ندي نكهات وطعم واللون، لا دي حاجات موجوده في مصر، دي اصول وراثيه موجوده في مصر. فانا بحسن عمليه التهجين، التهجين انا بزود كفاءه المنتج ممكن على حساب الطفره ويديني اختلاف اللون والنكهه والطعم، لا منتج عالي انا ممكن ارجع ده ان انا اوضع ايدي على السلالات المصريه القديمه الاصيله وابدا ادخلها في برامج انتخاب الاول واحافظ على السلالات المصريه وادخلها في برنامج تزاوج. هل احنا بنعمل كده؟ احنا بنعمل الكلام ده، يعني الحاجه اللي بتوصل دلوقتي في السوق دي شغل 10 12 سنه فاتت، مش منتج، مش شغل ما بتمشي في يوم وليله، لان عمليه التاصيل الوراثي عمليه صعبه جدا، وانت تزرع في سنه وبتختبر اجيال وتقارن وتصنف وتقيم العمليه، الناس انت بتشوف اللقطه زي حضرتك، احنا دلوقتي موجودين في الاستوديو احنا شايفين اللقطه الاخيره، في جنود مجهوله شغاله يعني مزارع على الشاشه، نفس الوضع في النسبه عمليه انتاج التهاوي، لا فلاح، مزارع، مهندس، اللي بيقوم بعمليه الخص وعمليه التهجين، عمليه الانتخاب في الارض وتختار النباتات، علماء وباحثين بيسجل كل نبات وتسجل الداتا وعينيك بتفحص، لا الامور دي كلها عشان اقول انا 10 عندي 20 30 هجين بقيمهم في الموسم، اطلع هجينين وثلاثه اوصي بيهم ان هم يتحملوا ظروف، ابدا بعد كده اختبرهم في مناطق ثانيه، اختبره في توشكا، اختبره في عينات، اختبره في سينا، اختبره في البحيره، في محافظات كتير جدا، واقول المنتج ده هل هيوجد في منطقه محدده ولا انا اوصي بيه في منطقه الزراعه والزراعه الحديه ان ده المنتج ده يجود في الصعيد مثلا، غير تاني مش هيتحمل انه هيتزرع في اسكندريه او منطقه السواحل،
في منتج تاني يجود والعكس لا. حتى يمكن الكلام ده شائع جدا في موضوع زراعه البصل، انواع البصل الاصفر والذهبي والاحمر، لا الفلاحين عارفين الكلام ده، انه يقول لك الصنف ده في الاقمح نفسها. انا عندي قمح بيجود في الصعيد غير القمح التاني اللي بيجود في المنيا، غير القمح اللي بيجود في الرز برضه كذلك، الرز كل الرز مش هيزرع في الصعيد خالص، الرز لمناطقه. فحتى سويات الرز دلوقتي عندنا هوجو الرز، يعني عندي شغل كتير جدا في مراكز البحوث. يقول لك ده حقيقه لكل باحث وكل انسان بيجدي بينتج في عمله عشان يوصل لين دول. يقول للجيش الاخضر، ده الجيش اللي بيقدم الحمايه لمصر، جيش الباحثين الزراعيين في ازمه زي ازمه كورونا، كان في الجيش الابيض الاطباء وفي الجيش الاخضر اللي الناس ما حسيتش بازمه في الشارع ان انت عندك اكتفاء ذاتي من محاصيلك. طيب دكتور محمد، واحنا بنتكلم برضو على يعني هذا البحث وهذه الابحاث، عايزين نتكلم برضو عن جزء مهم والى اي مدى احنا شغالين فيه دلوقتي، وهو المحاصيل اللي بتدخل في صناعه الاعلاف. احنا عارفين ان صناعه الاعلاف غالب هذه المحاصيل بنستوردها من بره زي الذره الصفراء على سبيل المثال، وده بعض المربين للدواجن بيشيروا الى اسباب من اسباب ارتفاع الدواجن في بعض الاحيان هو ارتفاع المحاصيل او اللي هي المحاصيل المستورده من الخارج زي الذره الصفراء اللي بتدخل في عمليه صناعه الاعلاف. الى اي مدى في شغل او ابتدى يكون في شغل او في خطط لبدء الشغل في عمليه زياده الانتاجيه من الذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل اللي بتدخل في صناعة الأعلاف؟ هو محاصيل هي صناعة الأعلاف أو صناعة الدواجن سواء كلحوم أو كبيض كلها مرتبطة بالسوق العالمي لأسعار عالمية، أسعار العالمية. أنا عندي الذرة الصفراء، الذرة الصفراء هل أنا احتياجي من الذرة الصفراء لي عشان يكفي الدواجن اللي عندي رقم، يعني في عندي جاب، في عندي كمية استيراد بمليارات الجنيه بتتم، فسعر العالمي رفع، فطبيعي ان المنتج اللي وصل غالي فيرفع قيمه المنتج. انا اعمل على الدوله بتعمل مشكوره اول ما شاف ان في ازمه في قطاع معين او في شيء بيجيب بيعمل دخل عالي في الاستيراد، لا طب ما احنا ننتج محلي، درو اس سي ست الرئيس، لا انتجوا محلي، انتجوا الشيء محلي. بنحاول تتوسع في اخوه في مركز بحوث الذره، لا شغالين في سؤالات كتيره جدا هتبقى طالعه الفتره الجايه في الذره الصفراء، والمواطن هيحس هيبقى في تعميم. احنا يعني في اخر مثلا 10 15 سنه بسبب الحاجة إلى مياه أكتر أو بعض الآفات الزراعية في بعض الأماكن تراجع فيها زراعة الذرة لحساب محاصيل أخرى زي مثلا اللب وغيره. الموضوع ده بيتم ان انا المواطن يحس بالامان. احنا عندنا موضوع قانون الزراعه التعاقديه، قانون الزراعه التعاقديه انا ببقى متعاقد، انا بزرع، انا عايز منك ذره صفراء هاخدها منك السنه دي، فانا هدوق هعمل حتى لو هيبقى في اعلان او عقد. بس فعلا في السوق محتاج الى زياده، السوق محتاج ذره صفراء، طب انا هرفع له سعر البيع بدل ما يزرع محصول ثاني. لا المحصول الثاني ممكن اقول ان هو مش محصول استهلاكي او محصول ترفيهي، مش محصول استراتيجي، لا انا اوجه الرؤيه العامه زي ما كان بيحصل في قصب السكر. كان في زراعات بتتم في قصب السكر وما زال قصب السكر وبند السكر زراعات تعاقديه، انت بتتعاقد على زراعه هذا المحصول وتورده بالكامل. فانا ايه اللي يمنعني ان انا ازرع المحصول طالما انا ضامن ان انا ابيع بسعر تنافسي حقق لي ربح؟ دوره من محاصيل اللي اقول انها محاصيل عاليه السعر وموجوده ويعني متباعه، يعني متباعه مسبقا، فطب ايه المانع انك تزرعها؟ تمام. كان في مؤخرا العديد من الابحاث الحديثه الزراعيه نشرت في عدد من المجلات او الدوريات العالميه، لو حضرتك تلقي لنا بعض الضوء على او تلقي لنا الضوء على بعض هذه الابحاث اللي نشرت في دوريات عالميه. الحمد لله بفضل الله احنا السنه دي في 2021 ربنا اكرمنا بنشر 5 ابحاث في مجلات مصنفه تصنيف دولي كيو 1 اللي هو اعلى تصنيف دولي على مستوى العالم، ودي برضو بترفع رينك الجامعات المصرية ان يبقى في ابحاث دولية على هذا المستوى القيم. عشان تنشر بحث بهذا المستوى او القوة لازم يكون في شغل ابديتد وشغل جديد وشغل حديث تام، وده بوجه الشكر لكل التيم ورك اللي احنا اشتغلنا مع بعض في ابحاث كتيرة جدا سواء على محاصيل الخضر او محاصيل الفاكهة. احنا مثلا في احد محاصيل الفاكهة نشر مؤخرا مجلة البالانس، اشتغلنا على اصول وراثية للعنب، عملنا عملية تطعيم باصول وراثية مصرية لمقاومة الجفاف والملوحة، وطلعت يعني نقول ناتج نبات عنب جديد عنده طعم متحمل في الجذع، اقدر ازرعه في ارض جديدة متحملة وانتاج عالي جدا لان انت زرعته على اصناف جديدة مستوردة، فاصبح عندك طفرة في الانتاج العالي. جمعت ما بين الاثنين، مزجت ما بين الاصل اللي يتحمل التربة بتاعتك والظروف الجوية بتاعتك وبين اصل الطعم اللي هو جاي
في طفرة عالية في الانتاج. قلت يعني جمعنا بين اللي هي الأصول المصرية وأيضا المستورد اللي هي بتعطي انتاجية عالية ومرغوبة في السوق. إلى أي مدى حافظنا برضو على الطعم بالإضافة إلى وجود الانتاجية العالية؟ الطعم يمكن المواطن دلوقتي بيشوف في الشارع كان العنب حجم العنب نفسه حجم العنب هتلاقي أشكال كتير جدا أصبحت مرغوبة يعني في العنب الحبات كتير ألوان وأحجام وطعم يعني المستهلك هو اللي يحكم إن الطعم أنت شايف يعني إحنا بنشوف فعلا يعني بعض الأنواع لها طعم حلو ومذاق حلو ولكن احيانا برضو بنشوف البعض في ممكن طعمه مش يعني كل هذه بتبقى تذوقات بس اهم حاجه ان يبقى عندي المنتج موجود في السوق دي في حد ذاته انا بقى عندي انواع جديده بتغطي السنه كلها. انت الاول كان عندك يقول لك في المشمش ان حتى دوره حياه المحصول مده صغيره جدا بس يعني برضو المشمش لحد دلوقتي بنشوف فتره زمنيه يعني بس برضو لا اصبح برضو طال العمر شويه انتاجيه يعني اكتر شويه وطال العمر يعني العمر التسويقي طال. العنب نفسه العنب البناتي كان قليل جدا تلاقيه اسبوع لاسبوعين ولا شهر بكتير لا اصبح مثلا يغطي شهر ونص ثلاثة لا في اصبح طفرة في السوق. عندنا ابحاث تانية اشتغلنا على الاصول الوراثية برضو المقاومة في الطماطم دي اماكن حاجات زراعة مقاومة التحمل للجفاف والمروح وظروف سيناء وزرعنا هذه الاصناف مع زملاء في جامعة العريش في سيناء زرعنا هذه الاصناف في سيناء وكانت وقسنا البصمه الوراثيه بتاعتها ومستوى الكروموزومي بتاعها على المستوى الجزيئي وقارنا ما بين المنتج بتاعها وشمال وجنوب سيناء كان في مقارنه نباتيه ما بين المحصول هنا وهنا واصبحت هذه الاماكن نوصي بزراعتها في سيناء نفس الكلام تم زراعتها عبر صوب ولا زراعتها حتى لا زراعه مكشوفه وصوب سواء ده الصوب بتديني طفره اعلى وتصلح انها تزرع في الارض المكشوفه نفس الكلام ده برضو تم على 14 سلاله كوسه دي بحث برضو 12 عن انواع الكوسه ان شغل ماجستير ودكتوراه في الكوسه فلازم يكون قريب جدا في شغل انتاج محصول الكوسه لا انتاجنا هجن عاليه جدا عاليه الانتاجيه واشكال مرغوبه. الشمام برضو اشتغلنا عليه مطلعين اشكال فوق 30 نوع لاين مختلف جدا من الشمام تشبيهات فعلا في الجمهوريه نروح محافظات نشوف شمام يعني مختلف عن مثلا الموجود في اماكن اخرى وحاليا شغالين على برنامج جراسي لحفظ الاصول الوراثيه للشمام اللي موجوده في الصعيد اللي حضرتك بتتكلم فيها النكهه والريحه لا لو كنت مسافر على طريق الصعيد بتلاقي الشمام اللي هو موجود ليه طعم وريحه اللي احنا بندخله في برنامج تزاوج وتربيه وحفظ اصول وراثيه عليه وندخله في مع الاصناف الجديده اللي تم تاصيلها وشغالين عليه. تمام كل التوفيق لكل الباحثين اللي بيعملوا في حقل ومجال الزراعه وكل التوفيق ان شاء الله المزيد من الطفرات العلميه وده طبعا بينعكس على الانتاجيه وعلى يعني حصول المواطن على كل هذه الانواع من الخضروات والفاكهه. شكرا لحضرتك دكتور محمد عابدين الخبير الزراعي والباحث في وراثه وتربيه النباتات شرفتنا في حلقه هذا الاسبوع من حديث العلم. شكرا جزيلا. شكرا كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقة هذا الاسبوع من حديث العلم في الغد او في الاسبوع المقبل ان شاء الله حلقة جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.